من القلب للقلب صباح الورد. تحية لكريم بوجبراي اللي رفقني على الهندسة الإذاعية. رح نترافق سوا مباشرة على الهواء من هلأ لغاية موجز الساعة 1:15. ببداية هالحلقة بيسعدني اني ضوي على معرض للفنان الراحل زهراب، معرض استعادي رح يستقبله جاليري إكزود بعنوان النظرة. هالمعرض رح نحكي عن تفاصيله أكثر، وهو افتتاحه اليوم كان امبارح ب18 أدار مع الفنان قتل التشكيلي فؤاد شهاب. معنا مباشرة على الهواء، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا سعد، صباحك وصباح جميع مستمعي إذاعة صوت لبنان. أهلا وسهلا فيك. إذا معرض استعادي للراحل زهراب عم يستقبله جاليري إكزود، ليش هلأ بيصادف ذكرى رحيله للفنان زهراب هيدا المعرض استعادي؟ مش لأول مرة بيصير. أي هلأ، أولا هو ذكرى رحيله السنوية الثانية كان الشهر الماضي شهر شباط. نعم. طبعا بهالمناسبة كان استحداث هذا المعرض، لكن للتوضيح فقط للمستمعين، هو مش معرض استعادي، معرض لأول مرة تعرض فيه هيدا الأعمال، يعني هاي أعمال أول مرة تنعرض وبتنزل بمعرض. نعم. وهي عبارة عن دراسات جميلة ولوحات حلوة بالديتيل باستيل والأكواريل، تخطيطات سريعة ومختزلة فينا نقول هيك، يعني أعمال على الورق، ما سمعه على الورق ومشغولة بمادة الباستيل والأكواريل. نعم. هاللوحات كانت لزهراب ما عرضت من قبل، هي عبارة عن 36 لوحة أو من الأكريليك و16 لوحة من الباستيل. هاللوحات ليش ما عرضت قبل لزهراب، مع أنه كان هو عنده عدد كبير من المعارض، أيام سنويا يكون عنده معرض أو حتى أكثر من معرض بالسنة، ليش هاللوحات ما كانت معروضة من قبل؟ هلا حقيقة بتبقى الغاية عند الفنان ليش ما بيعرض هاي الأعمال، بس نحن بنعرف من حالنا كفنانين وقت اللي بنعمل هذه الدراسات الحلوة لمعارض تانية ممكن عم نحضر لها، أو ممكن عنا النوع من الحالة الذهنية السريعة اللي بدنا نسجلها على الورق، بنعمل هذه الأعمال الفنية نوع من التفريغ الداخلي لمعطيات موجودة عنا لدراسات بنعملها للوحات كبيرة. لكن بيبقى للفنان هو انه اذا بيعرضهم، هو طبعا بيكونوا بمعظم الحالات اعمال فنيه رائعه ومتقنه، بيبقى للفنان هو بيقرر انه اذا بيعمل فيهم معرض او لا. بما انه الفنان زهراب هو فنان راحل، يعني طبعا الفنان بيتخلق بفنه، انما من الجميل جدا والمفيد انه نسلط الضوء على كل مراحله الفنيه وكل حالاته الفنيه اللي بتمرق بمسيرته الفنية. شو طبيعة العلاقة اللي كانت تجمعك بزهراب؟ حقيقة هو الفنان زهراب عضو بجمعية الفنانين، وأنا عضو بجمعية الفنانين وبالهيئة الإدارية، واليوم نائب رئيس جمعية الفنانين. نعم. والتقينا بأكثر من مناسبة، بأكثر من معرض، من سيمبوزيوم، وصار في لقاءات فنية مشتركة. بس الفنان زهراب اللي ما بيعرفه بيكفي تلتقي فيه مرة واحدة لتعرفي قديش هو إنسان منفتح على الآخر وإنسان شفاف، وبتحسي حالك من أول لقاء أو تاني لقاء صار لك عمر بتعرفيه، لأنه هالقد هو فنان صريح بلوحته بتعاطيه مع الناس. نعم صحيح. وأنا كان إلي شرف استضافته ببرنامج أنامل قبل وفاته بسنة تقريبا. إذن بتكون لمستي هذا الشيء لك. صحيح صحيح، دايما نحكي عن زهراب ونقول عنه أنه هو إنسان عميق، إنساني لأبعد الحدود ومتصالح مع نفسه مع الغير.
فتحية لروح زهراب أكيد. ورح نذكر سوا أنه المعرض تم افتتاحه يوم الاثنين 18 أذار وهو رح يستمر لغاية الأسبوع المقبل، صحيح؟ صحيح صحيح. بس أذكر كمان شغل المعرض هو بالتنسيق بين زهراب فونديشن وأسسة زهراب وإكيب إكزود الصبايا بجاليري إكزود. نعم. زهراب فونديشن هي واحدة من أحلام الفنان اللي مثل ما بحب النادي يعني المايسترو. هي واحدة من أمنياته وأحلامه اللي تحققت ولو بعد وصيته، وطبعا كان هو عم يسعى على هذا الموضوع ووجد الموافقة لكن كان القدر سبق. وفي أكيد بيبقى كل فنان عنده طموح، عنده أحلام إنه الناس تطلع على شغله، هو موجود وبعد رحيله، فإن شاء الله تكون الأمنيات الثانية بتحقيق أحلامه، ينعمل له متحف لشغله الناس تقدر تطلع على هذا الأرث الجميل جدا. نعم إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية، شكرا لك فؤاد شهاب، شكرا لمداخلتك معنا، لك تحية ولفريق العمل بإكزود ولروح زهراب أيضا تحية محبة وسهلة. ندعي كل الناس لحضور المعرض، أكيد رؤية ممتعة. شكرا كثير لك. الله يخليك، شكرا.